ترامب رجل اقتصادي، هو رجل رأس مالي، رجل يعمل بالمال، بالتالي هو بزنس مال، يستطيع أن يتحكم بالأموال الموجودة لديه والتي لدى الشركاء الآخرين. ما معناتها لن يذهب إلى استخدام القوة المفرطة. ما شهدناه في عهد ترامب السابق هو نفسه سنشهده، سيعمل على دعم الاقتصاد الأمريكي، المواطن الأمريكي، من أجل أن يثبت صحة كلامه، بالتالي يقوي الميزانية الأمريكية على حساب الآخرين. يعني إذا صارت مشاكل داخل العراق أو الأطراف السياسية لم تلتزم، سيذهب لإصدار عقوبات اقتصادية ومالية ومصادرة أموال والاستحواذ على أموال من داخل هؤلاء ومن البنوك التي تحتوي على تلك الأموال ولهذه الشخصيات، بالتالي يعزز الخزانة الأمريكية بتلك الأموال. نعم. مصادر أخرى إذا حصلت مشاكل في طهران، في غيرها، في الشرق الأوسط، يذهب إلى استخدام العملية المالية بدلا من العسكرية وهي الأقوى. بالمناسبة استخدام العنصر المالي أقوى من السلاح. السلاح لربما يؤدي في ساعة، في ساعتين، في يوم، في أسبوع، إلا أن العامل المالي يعمل على ترك أثر لمدة شهور وسنوات. بالتالي هو رجل اقتصادي وسيعمد إلى استخدام المال كوسيلة للعقاب على الدول وعلى الشخصيات.